حدود الفريق الصعب جدا في مباراة اليوم والذي سيحاول أن يقدم شيئا من أمام الاتحاد. وكما نشاهد الحضور الجماهيري على مستوى بطولة دوري روشن 3-1، قبل ذلك تمكن الاتحاد من الانتصار 1 ضد نادي الوحدة في الجوهرة. إذن سنذكر السادة المشاهدين بتشكيلة واختيارات المدربين، ولاحظ الكرة الماضية التي كاد أن يخطئ فيها حارس المرمى فيتور، رمية جانبية حاول لمصلحة الأخدود، الكرة تعود إلى خطيرة جدا والفرصة إلى خارج أرضية الميدان عن طريق اللاعب سعيد الربيعي. بالمناسبة الشوط الأول والنتيجة على حالها، كرة اتحادية خطيرة، محاولة موجودة، تصويبة خطيرة جدا خطيرة، الكرة الماضية، أول تهديد اتحادي، أول كرة عن طريق صالح العمري. توابا توابا يتقدم، ترجع الكرة على ناحية اليسرى، ولكن برافو على سعد الموسى اللي خلص الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى رميات جانبية. سعد الموسى خلص الكرة من جانبي توابا، جميلة جدا كيادو، والكرة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت من لويس فيليبي، الكرة إلى ركنية لويس فيليبي اللي خلص الكرة الماضية. لاحظ الكرة من جانب اللاعب الإسباني كيادو الذي حاول سريع، نقلت من انغولو كانتي، جميلة جدا جميلة جدا داخل منطقة أمام الجول. جول، نعم، سعد الموسى يسجل الأول للتي، وإن تغير بك الحال وقلت بك القوة لن تنكسر أيها النمر، لن تنكسر يا إتي. سعد الموسى يسجل الأول، 1-0 لمصلحة الاتحاد، الاسم الشاب الصغير. بالفعل الشمراني، فرحة الشمراني 18 عام، النظرة الاستشرافية لنادي الاتحاد، ويأتي بيدرو شوتا، تصوير، شنو هذا؟ شنو هذا؟ كويادو، صاروخية قادمة من نادي برشلونة، صاروخية، نار نار نار، أجمل هدف الدوري في هذا المشوار، هذا كويادو الإسباني يفجر الدفاع. بدل الأعلان شوتا، كورة، جول 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 للبرعب، جول جول للصغير، جول جول للصغير الرائع الممتاز بقميصه رقم 52 عبد المنصور، وشوف بخمسة ضد واحد، يو خمسة ضد واحد، كاتي جول، لا ضربة مرمى، يعاني مع نهاية المباراة رومارينو، بيدرو شوتا حذر لمروان، مروان تغتدي بها من لويس فيليبي، وفي هذه اللحظات يعلن الحكم الأرجنتيني جيل فالكون بيريز على نهاية المباراة.